عشان كده انا مستغرب جدا جدا من اللي عمله محمد. يا محمد مش انت يا كابتن محمد، مش انت، انت رجل محترم مهما كان، بعيدا عن الحكم له حق ولا لا، ولكن اسلوب اعتراضك اسلوب مش اسلوب كابتن محمد ابراهيم كابتن نادي سيراميكا كليوباترا. وبعدين اعترضت جوه الملعب وعملت وخليت وسويت، طالع بعد المباراه يا كابتن محمد تشوت الترابيزه وتشوت البتاع. هو احنا بنلعب، ده احنا بنلعب في بطوله بره مصر، المفروض ما يكونش ده الشكل اللي احنا بنصدره للفرق بره مصر، للفرق المصريه بره مصر. وعن فريق سيراميكا كليوباترا نفسه في اول ظهور له خارج خارج مصر. محمد لعيب كويس جدا جدا، محدش يقدر يتكلم على محمد فنيا ولا اخلاقيا بالمناسبه، ولكن اللي حصل من محمد ابراهيم النهارده حاجه غريبه جدا. يجب ان يكون هناك سيطره على رد فعلك يا كابتن محمد، لان انت كابتن فريق، ما ينفعش يكون انت اللي بتتصرف بهذا الشكل الغريب. وبعدين يا كابتن محمد ابراهيم لازم ياخد باله من هذه الامور، لانه اللي جاي هيبقى اصعب عليك. وبعدين الكابتن ايمن الرمادي النهارده، وانا من السنه اللي فاتت هذا البرنامج تحديدا بيشيد بكابتن ايمن وبتجربته رغم هبوط اسوان، ودايما بنقول ان هو عنده شيء فني يقدمه مع سيراميكا كليوباترا، ولكن حصل حاجتين اغرب من بعض. الاولى في المباراه او قبل المباراه في المؤتمر الصحفي، يقول لك كابتن ايمن الرمادي وهو من المدربين الكبار اللي ليهم علم، عندهم علم، بيتعلم كويس كابتن ايمن، يقول لك ان النادي الاهلي مش مجهد وعادي يعني، ولما لعب الماتش كان بيلعب على استنزاف الاهلي بدنيا في الشوط الاول عشان يستغل حاله الاجهاد. ما هو انت المفروض كمدرب محترف تكون صريح مع نفسك قبل ما تكون صريح مع الجمهور، ومحدش يدعي بطوله هو مش قدها. وبعدين النقطه الاسوأ بقى بعد المباراه، كيف ترفض ان تهنئ الفريق يا كابتن ايمن؟ ده احنا بنحطك مثل للمدربين المحترمين. كيف ترفض ان تهنئ الفريق الفايز؟ طلع تعترض على التحكيم في المؤتمر الصحفي، انت حر، ولكن هجيب لحضرتك دلوقتي بعض الامور التحكيميه اللي جابها لك كابتن ناصر من شويه، ناصر عباس. لان انت لو كلفت نفسك وبصيت على الاستوديوهات التحليليه الاماراتيه، بلاش المصريه، الاماراتيه، هتلاقي كل خبراء التحكيم بيقولوا مفيش اي قرار جدلي في المباراه. فتصرفاتك تصرفات غريبه جدا، ان هي تصدر من مدرب انا شخصيا توسمت فيه ان هو يكون مدرب نموذج في الدوري المصري. مش فاهم يا كابتن ايمن وحضرتك معترض على ايه؟ المباراه ما كانش فيها مشاكل التحكيميه، المباراه انت لعبتك اللي بتخلق فيها المشاكل التحكيميه. انت بتلعب الاهلي، ما لو بتلعب الاهلي صحيح لو هو فايق، لو فايق بشكل كامل ومش مجهدين. الاهلي وهو فايق كسبك في الدوري وفي السوبر، وهو مش فايق انا اسف. معرفش النتيجه لو كانت ما كان ايه اللي حصل لو كان الاهلي فايق. احنا جايين من اسبوع صعب جدا، جمعه اتنين جمعه وبلعبك الجمعه وبينهم سفر من السعوديه للامارات. اتمنى ان يكون هناك موقف حازم من اتحاد كره القدم المصري. يجب ان يكون هناك عقوبات واضحه، لان اللوائح الانضباطيه واضحه في هذا الامر. المنظر اللي احنا شفناه ده مش عايزين نشوفه تاني. اتمنى ان يكون هناك، انا في انتظار ولن اتكلم اكتر من كده، انا في انتظار قرارات اتحاد كره القدم وايه اللي بيحصل في هذا الامر. لانه كابتن ايمن من الشخصيات المحترمه جدا جدا بالمناسبه، انا اعرفه بشكل شخصي وتعاملت معاه، اشتغلنا مع بعض اكتر من سنتين ثلاثه في تحليل بعض المباريات من خمس ست سنين في الدوري المصري. فراجل محترم جدا جدا جدا. ما اعرفش كابتن ايمن ايه اللي حصل لك يا كابتن ايمن. انتقد اداء الاهلي انت حر، انا ما اقدرش اتكلم في هذا الامر، ولكن ولا حاله جدليه النهارده الحكم اتكلم عنها. بالعكس، ده الناس اتكلمت ان انت عندك اتنين لعيبه كان ممكن جدا جدا ان هم يطردوا. واضح ان انت يعني طبعا بتلاقي النادي الاهلي وبعد ما يكون جاي من كاس العالم للانديه. طبعا انا معاك ان انا عايز اكسب النادي الاهلي والكلام ده كله، ولكن ليس بالكلام.
اهو اتفضل. هل دي يا كابتن يا كابتن ايمن ما تاخدش فيها انذار حتى للكابتن رقم 9 احمد ياسر ريان؟ احمد ياسر مش قصده طبعا، ولكن انا بتكلم في حاجه تانية. انا مش هتكلم ان هو ياخد احمر، ياخد انذار، ما ياخدش فيها انذار. اللي بعدها يا سمير لو سمحت. عادي يا كابتن مفيش مشكله، كل ده عادي يا كابتن ايمن مفيش مشكله، نعديها عشان خاطر الكابتن ايمن يطلع ويقول انه احنا اتغلبنا النهارده عشان التحكيم وحش. ده كلام يا كابتن ايمن؟ هي يا كابتن تاني واحده يا كابتن احمد، كابتن احمد ياسر ريان الانذار التاني وطرد. مش ده احمد ياسر ريان ولا انا بقول كلام غلط؟ في ايه يا كابتن ايمن؟ غريب كابتن ايمن النهارده، انا مش عارف الحقيقه والله يا كابتن ايمن. لو لا قدر الله كنا اتغلبنا كنت هطلع اقول لك هايل يا كابتن ايمن، لان انت عملت مباراه رائعه، استغليت الاجهاد اللي موجود في النادي الاهلي وحاولت ان انت تضغط على النادي الاهلي من قدام وتستنزف، انت اللي قلت مش انا. ولكن بهذا الشكل كابتن ايمن من فضلك راجع نفسك، احنا كلنا بنحبك وهنظل نحبك بالمناسبه، ولكن كان واجب ان احنا نقول هذا الكلام، لانه ما يصحش اللي عمله محمد ابراهيم، ما يصحش الكلام اللي حضرتك قلته. ولكن في النهايه لك مطلق الحريه في اتخاذ ما تراه، انا ماليش اي علاقه، ولكن انا طالع اعلق على مدير فني لفريق كبير زي سيراميكا كليوباترا، عامل فريق جيد جدا، وعندهم رئيس نادي محترم جدا، وعلاقتنا بيهم على اعلى مستوى. لا يصح الكلام اللي حصل النهارده، ممكن تكون حاجات فرديه او نرفزتنا بعد المباراه. اتمنى ان الكابتن ايمن اللي معودنا دايما ان هو حتى لو حاسس ان هو اخطا ان هو يعني يعتذر لجمهور الاهلي، والاهلي زعلان جدا يا كابتن ايمن جدا. في حاجات يا كابتن اهو، تعالى يا كابتن، أنا ممكن أقعد كده لغاية آخر الحلقة بالمناسبة يا كابتن أيمن، وأوري لحضرتك أنت لاعيبتك عملت إيه بحماسة وبقوة. أنا لا أقصد إن هم عندهم قصد إن هم يأذوا حد من لاعيبة الأهلي، والله أبدًا، ولكن كل ده يا كابتن إنذارات أهو. هو أنا اللي جايب الصورة ولا هي الصورة كده؟ ما خدش فيها حاجة يا كابتن. اللي زيها معلول خد فيها إنذار. أهو. بص يا كابتن. أهي واحدة أهي. هتهالي اللي قبلها بقى يا سمير لو سمحت، دي خد فيها انذار يستحق معلول انذار فيها، معلول يستحق انذار فيها، ولكن اهو هي ولا مش هي يا كابتن ايمن؟ هي ولا مش هي يا كابتن ايمن؟ ما يصحش اللي بيحصل. المباراة كانت مباراة تكتيكيا جيدة، النادي الأهلي كان مجهدا ومرهقا إرهاق كبير جدا، كان معرفش أنا وجهة نظري كنت أطلع أقول يعني أنا عملت مباراة جيدة وكنت عايز أكسب النادي الأهلي، ولكن الظروف منعت إن أنا أكسب النادي الأهلي على الرغم من الحكم كان محايد، ومن المفترض إن هو يبقى محايد. ده اللي أنا كنت أتمنى إن أنا أسمعه من كابتن أيمن. جمهور الأهلي زعلان منك جدا يا كابتن أيمن، ولكن أنا متأكد وعارف إن أنت كنت قد تكون انفعالات ما بعد المباراة. أتمنى إن اللي احنا شفناه ما بعد المباراة سواء من حضرتك أو من فريقك أو من بعض اللاعبين في الفريق إن أنت تطلع تعتذر عنه، لأنه بجد مش دي أخلاق الكابتن أيمن الرمادي ولا دي طريقة الكابتن أيمن الرمادي في التحليل. الكابتن أيمن الرمادي شخص محترم جدا، عمري ما هقول غير كده.